استضافت جريدة اليوم السابع عدد من الطلاب والطالبات أوائل الثانوية العامة، وقدمت لهم الشكر على الجهد الكبير اللي بذلوه خلال العام الدراسي، وهنئتهم على ما حققوه من تفوق علمي. وكرمت الجريدة الطلاب وأسرهم على ما وفروه لأبنائهم من أجواء أسرية ساعدتهم على التفوق والوصول إلى هذه الدرجة الرفيعة. وخلال الزيارة قام أوائل الجمهورية بتفقد صالة تحرير اليوم السابع للتعرف على آلية العمل، كما ناقشوا أحلامهم وعرضوا سبل تفوقهم في ندوة خاصة. تقريباً كنت بذاكر ساعة في اليوم، ده لو ذاكرتها، لأن كنت في رمضان متابعة مسلسلات. كنت متابعة مسلسلات رمضان مصري ولبناني وكوري، كنت متابعة وبعدين بس آخر أسبوعين في رمضان بدأت بقى أسبوع إنجليزي، لأن في عايزة ألحق ألمه، وبعد كده الأسبوع بتاع العربي لأن العربي كان تقيل قوي، وبعد كده العيد بقى أجازة العيد كانت عادي خالص، ولا كأن أنا علي امتحان بعد كام يوم. وبعد كده كان فاضل لي جزء في القصة في العربي، كانت القصة بتاعت العربي يعني، خلصتها ورحت بقى الامتحان عادي يعني، ما كانش فيه الضغط بتاع شهر رمضان ده خالص. بحب هذا النجاح ده لصديقي عبد الرحمن أحمد جودة، الدكتور عبد الرحمن أحمد جودة. هو فات المنية في شهر 3 اللي فات، إثر أزمة قلبية يعني. بعد ما توفت اسبوع تماما كده كنت في ذهول تام، ما كنتش بعرف اذاكر قوي، بس بعد كده انا اقتنعت ان انا لازم احارب اكتر واكتر بحيث اكون النجاح اللي كنت يكون منسوب لي ان شاء الله. الدكتور عبد الرحمن احمد جودة رحمه الله عليه. الحمد لله يعني تيسير ربنا، الحمد لله كانت الظروف في شمال سيناء يعني كانت متوتره، والضرب اللي كان بيحصل فيها، بس الحمد لله يعني ربنا قدرني ومجهود والدي ووالدتي معايا يعني الحمد لله قدرت احقق المجموع بتاعي. نعم كان هدفي ان انا اكون من الاول الجمهوريه. لا انا حاسه قويه، باخد دروس الخصوصيه في كل مواد، بعتمد على مذاكره 100 دروس حيث استوعبه بشكل كامل. فاقصر حاجه المذاكره فيه ساعه او ساعتين، لكن في اخر 3 شهور أخويا الكبير جيم الصفر زود لي عدد ساعات إلى 4 ساعات. المهم إنك تهتم بآخر السنة طبعاً زي أول السنة، ولكن آخر السنة يعني المهم فيها الامتحانات. الامتحانات المهم تركز فيها، لأنها هي دي اللي بتطلع يعني الحمد لله هي دي ثمرة السنة كاملة. وأهم حاجة ما فيش توتر في آخر الامتحانات، ربنا يوفق الجميع اللي داخلين. أنا شايف إن في ناس كتير بتذاكر كويس وتبقى مغطية المنهج بشكل كافي، بس انا نصيحتي ساعه الامتحان محدش يقلق او يوتر نفسه، واهم حاجه يبقى واثق في نفسه. يعني سي انك اتزنقت في سؤالين، حاول دايما ما تبانكش بسبب السؤالين دول، انت تتعامل معهم عادي جدا، ثق في نفسك، افتي. حتى لو انت عارف انك بتفتي ثق في فتيك، لان في اسوأ الظروف انت هتضيع السؤال ده، بس عمرك ما هتضيع معاه اسئله كمان عشان ما كنتش عارف تركز من السؤال اللي انت ما كنتش عارفه ده. عايز اتكلم عن السيلف ستادي، المذاكره الذاتيه. انا شايف ان احسن حاجه في السنه ان انت تذاكر بنفسك. تبقى ممكن مثلا دروس وكل حاجه يعني، وبتروح الدرس وبتيجي من الدرس، بس لا، اهم حاجه في السنه انك تذاكر مع نفسك. يعني تشتري انت الكتب اللي هتحلها وتقعد تحلها وتصحح عن نفسك وتشرح، وكل الحاجات دي انت بتجيبها مع نفسك، لان الاعتماد مش كله على المدرس. الطالب بيدخل الامتحان بتعليم هو، مش بتعليم المدرس. تجربتي في ثانويه عامه ان انا سمعت نصايح الناس اللي قبليه، كانوا دايما بيقولوا لي اذاكر اول باول، ما اخرش المذاكره، ابدا السنه بجد. يعني لو تعبت شويه في النص ممكن افصل، ما في اوقات صعبه بنعدي بيها، هي دي بتفرق التفوق عن النجاح. نصيحتي لكل الطلاب اللي داخلين، لما تعدي بوقت صعب او مثلا تجيب درجه وحشه ما تستسلمش، استمر عشان ان شاء الله في اخر السنه هتلاقي جايزه حلوه ليك باذن الله.